قبل الهيجب أجلي من معايا كل عليا سلام يا صحبة وألف سلام دون عادي ملوشدية كوني يا بابا في مرزية صحابي دول هيجبوا اجلي بطولي واقف على رجلي الكل في الشدة بيجري على مصلحته قوم يجري حالتي في صحابي دول زباين الكل على قلب الهاين ولا حد فيهم بقى صاين كل بقى ظالم خاين لمصلحته كله بيماين في الشر كله بيتداين سكنته على قلبي دي ساني عملوا لي ليه بس كماين الصحبة يابا دي مش هي والكل خلاني ضحية ما لقيتش حد صفي النية سقوني يابا في مرزية من معايا كل عليا ولا حد فيكوا سأل فيا خلوني عادي ملوش دية معرفش ايه حصل فيا سلام يا صحبة وألف سلام الغدر أنا معرفتش أنا كله بان مع الأيام لا تعرفوني بعتوني بكام صحبة قاسية كلام في كلام الغدر فيكوا يا صاحبي أوام قتلتوا لي كل الأحلام بتحبوا لي يا دي الخصام تعبت منكم عيوة بداري جرح قلبي خاطر إجباري بتبيعوا فيا وأنا اللي شاري يا ما خليته جوايا أنا ناري هربت منكم هروب اضطراري وكله بخاطري وكان بقراري هقلب عليكوا لو حمل هزاري من الصحاب شدت اوتاري روح اهدي سيبيني عين تعبت يا مولي على ما فيش للصحاب انا بقيت حرفيش وانا على وضع ما بجليش يا وجع القلب خلاص مكسور الكل بعني وانا معذور كان نفسي مره الاقي النور الدنيا دي بتلف الدور خلوا بقى الطبق مسور عالكيف صحابي دي واقفة طابور اطلع من حفرة نزلت في سور كل يوم انا عند الدكتور علي فرغالي ده غنى وقال وأداؤه عامل قلبان اسمع مني انا هضرب نار اثبت دوت كلها جدعان.